بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل سلسلة محاضرات الأبرلم. اليوم وصلنا إلى منطقة من مناطق الأبرلم اللي هي الفور آرم. هذه منطقة الفور آرم مثل ما واضح حسب المربع الأحمر صايرة بين عظمة الهيومارس والهاند. The فور آرم consists of two long bones. تتكون من عظمتين long bone اللي هن الراديوس والآرنة. هسا نشوف the آرنه is located medially. يقول هسا عظمة الآرنه صايرة من جهة الميديال. And is both longer and larger than the radius. اثنين يكون longer bone وتكون عظمة الآرنة larger. يعني عظمة الآرنة لح تكون أكبر من عظمة الراديوس. مثل ما وضح لكم هذه الصورة هنا. هذه عظمة الآرنة وهذه عظمة الراديوس. هذه عظمة الآرنة تكون أكبر. واثنين long bone. Which runs parallel to it laterally. These two bones are held together by the intervening interosseous membrane. ذن العظمتين اللي راح يربط بيناتهن اللي هو الانترسيوس ميمبرين اللي هو هذا الانترسيوس ميمبرين هذا اللي صاير باللون الأسرق. هذا راح يربط عظمة الآرنة والراديوس. هسه راح نجي إلى الآرنة بون. عظمة الآرنة مثل ما وضحت لكم باللون الأحمر. The arna is a long bone in the forearm. تكون عظمة طويلة بمنطقة الفورآرم. It lies medially and parallel to the radius. راح تكون من جهة الميديال وكذلك موازية لعظمة الراديوس. The second of the forearm bones. The ulna acts as the stabilizing bone with the radius pivoting to broadest movement. هذه الآرنة راح تكون مثبتة وعظمة الراديوس راح تكون هي المسؤولة عن إنتاج الحركة. Proximally the ulna articulates with the humerus at the elbow joint. وضحنا سابقا elbow joint. هذا proximally مال الآرنة راح يسوي لنا هيومرا ألنر جوينت. هذا هو الهيومرا ألنر جوينت. هذا هو الهيومرا ألنر جوينت اللي راح يسوي لنا الالبو جوينت. هذا يصير ارتباط بين الهيومرس والألنة. Distally the ألنة articulate with the radius forming the distal radio ألنر جوينت. هذا راح اشرحها في الأخير. Proximal osteology and articulation. هنا The proximal end of the ulna articulates with the trochlea of the humerus. هنا عند proximal end راح سوينا articulate ويا من ويا trochlea of the humerus. شرحنا سابقا. To enable movement at the elbow joint. راح تمكننا الحركة الالبو joint. The ulna has a specialized structure with bone prominences for muscle attachment. اللي عندها عظام بارزة for muscle attachment. هنا هذني باللون الأزرق هنا ذن العلامات. هسا قبل لا نشرح نشوف الصورة. هذا هنا الانتيرير واللاترال. عندنا ذن العلامات البارزة. هذا باللون الأصفر هو التروكيدال نوتش. وباللون الأخضر الأولكرانال. اللون الأزرق هذا الراديال نوتش. وهذا اللون الأحمر الكورونويد بروسيس. زين هذا شنو؟ هذا اللون الأصفر التروكيدال نوتش منين جاينا؟ جاينا من الأولكرانال صاير فوقه ومن الكورونويد بروسيس اللي صاير جوا. هذا راح يسوي مكونات النشني التروكيلر نوتش. اوكي هسه راح نجي. Important landmarks of the proximal ulna are the olecranon coronoid process trochlear notch والradial notch and tuberosity of ulna. هسه اول واحد الاولكرانون. A large projection of bone that extends proximally. مثل ما شفناها بالصورة يكون projection large كبير. Extends proximal الممتد proximally forming part of trochlear notch اللي مكون لنه جزء التروكيلر نوتش. It can be babulated as the tip of the elbow. يعني يمكن تتحسس الالبو joint من هاي البابولاتد. The triceps brachial muscle attaches to its superior surface. وهنا هذه عضلة triceps brachial راح attaches وين بالsuperior surface بالجزء العلوي اللي هو هذا الجزء العلوي. أما الكورونويد بروسيس this ridge of bone projects outwards anteriorly forming part of the trochlear notch. هذا صاير من جهة الانتيريور إلى الخارج وراح يكون لنا همين trochlear notch. هذا trochlear notch formed by the olecranon and coronoid process. It is weird shaped and articulated with the trochlea of the humerus. هذه formed by the olecranon and coronoid process مثل ما قلنا. It is weird shaped يعني تشبهن اللي بمصطلح العام نقول سكون سبانة. إذا شايفينها هذه يصلحون بها السيارات يفتحون بها البراغي. بس إذا تشوفون على الجوجل تقدرون تشوفون صورتها.
and articulated with the trochlea of the humerus اللي راح نسوي articulate with the trochlea of the humerus اللي شرحناها سابقا. Radial notch. أما radial notch located on the lateral surface of the trochlear notch. This area articulates with the head of the radius. هذه الراديال نوتش باللون الأزرق اللي هي يكون مكانها وين lateral بالنسبة للتروكليال نوتش من جهة اللاترال. وهذه المنطقة راح تتمفصل لنا ويا الهيد أو ذا راديوس، عظمة الراديوس راح تجي تصير هنا. أما tuberosity of RNA are roughening immediately distal to the coronoid process. هنا يكون خشن الملمس اللي صار لنا distal the coronoid process. It is where the brachial muscle attaches. وعضلة البراكيال راح تكون بهذا المكان. Shaft of the ulna. The ulna shaft is triangular in shape with three borders and three surfaces. هنا عندنا تقول الشات مثلثة الشكل وعندها three border وthree surface. As it moves distally, it decreases in width. من تتحرك المسافة بعيدة راح يقل عندها العرض. هنا راح نجي إلى three surfaces. هذه السورفيس واضحة عندكم بهذا الصورة. Anterior site of attachment for the pronator quadratus muscle distally. The posterior site of attachment for many muscles. The medial and remarkable. هنا ذن راح يفيدنا وين بالمصل بالعضلات. هسا جهة الانتيرير هذه هي جهة الانتيرير surface. أما جهة البوستيرير مثل ما وضحت لكم الجهة اللاترال تقدر تشوف هذه البوستيرير surface. أما الجهة الميديال يكون غير معلوم. أما the three borders. البوستيريور وانترسيوس والانتيريور. هنا البوستيريور بوردرز يكون هنا واضح على طول الفور ارم بوستيريالي اللي هو هذا بوستيريور بوردر، يعني واضح جدا من الصورة. اما الانترسيوس سايت اوف اتاتشمنت فور ذا انترسيوس ميمبرين which spans the distance between the two forearm bones. هنا هذا الانترسيوس اللي هو صايرنا بين العظمتين اللي هي الالنا والراديوس، وهذا كذلك هو مضحه الانترسيس بوردر. وشفناه بالبداية احنا شنو الانترسيس بوردر. الانتيريور يكون هنا بالبوردر غير معلوم الانتيريور بوردر. Distal osteology and articulations. The distal end of the ulna is much smaller in diameter than the proximal end. هنا يقول الdistal end of the ulna يقول اصغر بهواية من proximal end. It is mostly unremarkable. هنا يكون غير ملحوظ. Terminating in a round head with distal projection, the ulnar satelloid process اللي هو هذا اللي يكون مدور satelloid process. The head articulates with the ulnar notch of the radius to form the distal radio ulnar joint. هنا الهيد articulate with the ulnar notch. هنا من جهة الدستل الهيد articulate with the ulnar notch اللي هو هذا سوينا distal radio ulnar joint. Radio ulnar joint. وكذلك هذا من جهة البروكسيمال راديو ألنر جوينت، يعني من جهة البروكسيمال والديستال يسوينا راديو ألنر جوينت. هذا كل شيء بعظمة الألنة. وبالنهاية لا تنسوا أخي حاتم قراءة سورة الفاتحة. طبعا أشكر كل اللي يتابعني ويقرأ سورة الفاتحة في نهاية المحاضرة، لأن هذا العمل كله أهديه أني لأخي حاتم.